غط. بسم الله سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا رب العالمين. بسم الله نبدا سعاده جديده من داخل الاستوديو الخاص بشركه ارينا للتشطيبات العموميه. الشغل اللي قدام حضراتنا بفضل الله شغل تم تصنيعه بالكامل على صوره اعلى جوده، اعلى خامه، اعلى فينش، اقل سعر. بفضل الله الشغل طالع مبهج. شغل معانا ترابيزه ستانلس روز جولد، حاجه ما شاء الله قرب معاها بدرجه روز جولد. طبعا ده كراسي في التنجيد، حاجه محترمه. معانا غرفه مكونه من سرير، دير كومود، حاجه رايقه خالص، حلوه خالص، جميله خالص. معانا سرير ببنكيت محترم، تشطيب قلب الشغل، تنجيد داخل خارج. معانا طقم كامل بقطعه مكون من 9 قطع، طقم انتريه، ولكن مفيش مساحه زليس معانا في الاستوديو نعرضها. ان شاء الله تشوفوه في صور وفيديوهات تانيه ان شاء الله. الشغل احنا شرحناه في النجاره مستوى مميز جدا. ده دور الشغل من ورا مش متشطبه، معانا دهانات، يعني الشغل قلب ووش متشطب، حاجه محترمه جدا. معانا التساريح بالرجول الاستانلس بتاعتها ممتازه جدا، درسنجات ارتفاعات، ارتفاعات كبيره، ارتفاعات ما شاء الله حاجه ضخمه خالص، مفصلات باكم، شغل محترم. قشره في البلوك طبيعي جميله جدا، تمشي مع الازاز اللي هيركب هنا بالبروفايل اللي ده هيركب لسه زي ما احنا شغالين في مرحله الفينش النهائي، حاجه ما شاء الله جميله، ربنا يبارك للعميل يا رب. الشغل طبعا بيتخدم عند العميل اكتر من مكان الاستوديو، طبعا دي مكتبه تسليك كله في زان. شرحنا الدريسنجات الجميله دي قبل كده، ده دريسنج متحرك، ده مكتبه متحركه نظرا لان في عمود ورا فمتفرغ الجنب من ورا، حاجه ما شاء الله، حاجه جميله، حاجه محترمه. قبل حس 3 مللي، الشغل نجاره محترمه، الظهور كبس مش ظهور ابلكاش او خشب، حاجه ما شاء الله مميزه. التساريح اضرب معايا، شوف التسريحات، تشيش تسريحه اخده اسليس كبير جدا محترم، السراير بالكامل تنجيد. معانا التسريحه بالبنك كرسي مريح جدا في القعده، دي وحدات تخزين للراجل وقلب الشغل، حاجه محترمه جدا متشطبه، تشطيب رايق جدا في الدكوهات، الادراج زان، ربنا يبارك لاصحاب الشغل. وعايز اوجه رساله للمهندس حمزه ربنا يبارك له، هو صاحب الجهد والتعب عشان الشغل يوصل للمرحله دي مع التعاون مع شركه ارينا لتشطيبات الظهور بفضل الله. واي استفسار رقم 010-2052-407 شركه ارينا لتشطيبات الظهور بدمياط. لو عندك صوره عايز تنفذها بفضل الله هننفذها لك وتستلمها نجاره وتستلمها تشطيب. استفسار زي ما قلت لحضراتكم على رقم 010-2052-407. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.